نحو تجديد الشعور الوطني أستأذنكم جميعا في التفاؤل. هذه الجملة التي أبدأ بها هذه الحلقة اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى لجان أخرى، هذه هي الجملة الفعلية التي أبدأ بها هذه الحلقة من جملة فعلية، لأننا نبحث عن الفعل. الفعل الآن لا يجب أن يتوارى وراء أخبار بتتسم بالسطحية، إنما هذه هي الأخبار التي يجب أن يرددها الإعلام فيستمع إليها الشعب، فيثق الشعب في أن الدولة تسير في الطريق السليم، فترتفع المعنويات، ومن ثم ينشغل الجميع بالعمل بالتحرك إلى الأمام. ها هي مصر التي تم اختيارها وانتخابها لعضوية مجلس الأمن كعضوية غير دائمة، بيتم اختيارها اليوم لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في واحدة من الخبطات السياسية، في واحدة من الضربات الموجهة ضد الإرهاب. أنا في غاية السعادة، لأنه مصر تنادي وتصرخ وترتفع صرخاتها منذ شهور طويلة بتحذر العالم من الإرهاب. مصر بتقول تعالوا لو سمحتوا نقعد نعمل مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، من فضلكم يلا نبدأ نعيد تعريف الإرهاب، من فضلكم الإرهاب مش زي ما انتوا شايفينه يا أوروبيين، الإرهاب لا يجب أن ينظر إليه نظرة انتقائية، وإنما يجب أن يصمت الجميع وينتظر الجميع ويستمع للدول صاحبة الريادة والتجارب في مكافحة ومقاومة الإرهاب. الآن المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن، من خلال الأمم المتحدة، بيقع اختياره على مصر لرئاسة لجنة من أخطر وأهم اللجان في مجلس الأمن، وهي لجنة مكافحة الإرهاب. إذن الأمور بتسير وفق الرؤية المصرية، والعالم منذ فترة ما كان يستمع، ما كان يريد أن يستمع، الآن العالم بينظر كيف تفكر مصر ويبدأ يصمت وينصت ويستمع، لأن الموضوع جد خطير. هذه هي الكلمة الأولى في جملتنا الفعلية النهاردة. من هذه الجملة إلى جملة أخرى، أذكركم جميعا في آخر لقائين للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في قمة المناخ وفي لقاء قبليه كان في أعتقد داخل مصر، وكان بيتحدث العالم كله بيتحدث عن الإرهاب في سوريا وفي العراق، العالم كله بيتجه صوب قبلة واحدة هي سوريا والأزمة السورية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتحدث عن ليبيا. أذكركم عندما تحدث عن الحدود الغربية وحذر من تداعيات أخطر موضوع سوف يواجه ويجابي العالم، ألا وهو ليبيا. الناس مشغولة في سوريا، الناس مشغولة في العراق، لكن كان فيه ضوء أحمر تحذيري من الرئيس المصري، لكن ما حذر منه الرئيس اليوم وأمس أصبح في العلن، أصبح على الهواء مباشرة. حيث تحولت مدينة سرت الليبية إلى المعقل الأكبر والأخطر على مستوى العالم للتجمعات الإرهابية، كل التجمعات الإرهابية من داعش والنصرة والقاعدة وخلافه، الفارين من الضربات الأمريكية الروسية من سوريا، الجميع بيتم تهريبهم عبر طائرات قطرية أو تركية إلى الأراضي الليبية، حيث لا دولة، حيث لا قانون، حيث لا جيش، وحيث أيضا وجود النفط الليبي اللي هو يعد من أفضل أنواع النفط في العالم. ليبيا أصبحت معقل، ليبيا الآن أصبحت هي الأخطر، لذلك بدأت الدولة المهتمة الراعية التي بدأت تعيد كل حساباتها فرنسا بعد ما اكتوت بنار الإرهاب، بدأ الرئيس الفرنسي أولاند وعلى ظهر هذه البريجة الفرنسية العملاقة شارلي ديغول قبالة السواحل الليبية، وهو يتحدث عن أنه ليبيا بالمرصاد، فرنسا بالمرصاد لما يجري في ليبيا، تنسيق مع الدول الصديقة، الدول الجوار، مصر والجزائر وتونس ومالي. أنا أتصور أنه ما جرى بالأمس في سرت خطير للغاية، والجميع ينتبه أنه بالأمس كان هناك خطة تدريبية لمين؟ لداعش. فين؟ في سرت. سرت في شمال ليبيا على البحر المتوسط في شرق ليبيا قريب من مصر. بيحصل إيه؟
بيتم التدريب الجوي على ما يسمى بالسيميليتور اللي هو نظام المحاكاة. جايبين أجهزة محاكاة وكأنها طائرات، وبيبدأ يتدرب على طلعات جوية، وبيتدرب على قذائف صاروخية، وبيتدرب على أرض جو وجو أرض، وكل هذه المنظومات العسكرية. جابها منين؟ سلاح الليبي مستباح. مخازن السلاح الليبية في عهد القذافي وقعت في أيدي الإرهابيين الموجودين في ليبيا. مين بيحرك هؤلاء؟ عشان الناس بتصعب الموضوع وبيستصعبوا الموضوع، قطر وتركيا الآن داخل الأراضي الليبية، طائرات بتخرج من مطارات الدوحة ومطارات أنقرة واسطنبول بشكل مباشر إلى ليبيا، حيث التعامل مع ما يسمى بأنصار الشريعة وما يسمى بكذا وكذا ومجلس الشورى. جماعات إرهابية في ليبيا منبثقة من كل التنظيمات الإرهابية في العالم، والآن الكل يتجمع. وأيضا بعدما بدأت فرنسا في مهاجمة الإرهابيين في مالي، أين فر هؤلاء؟ إلى المكان الآمن، المأوى الآمن، ألا وهو ليبيا. إذن الجميع يتجمع، الجميع ينتشر. ليبيا أصبحت هناك دعوة مفتوحة لكل الإرهابيين في العالم، هلموا إلى هنا، والجميع لبى النداء، موجودين في ليبيا. خطر على الحدود المصرية، حريق موجود على مرمى البصر، الجار الغربي بيحترق، الدولة بتتحلل بتتآكل، ماذا نحن فاعلون؟ نريد أن نضع هذا الموضوع على جدول أولوياتنا حتى في الإعلام، نبحث، نناقش، نتابع الأخبار، نتابع ما يجري، حتى يعلم الشعب المصري أن التحديات الموجودة الآن تحديات خطيرة جدا، تحديات خطيرة للغاية، ليست فقط في سيناء وليست فقط في كذا، وإنما أيضا المنطقة الغربية أصبحت الآن من أخطر ما يمكن. وده يعني زي ما قال الدكتور محمود خليل النهاردة في جريدة الوطن، بيتحدث عن نفس المعنى، والخطر القادم الموجود في ليبيا هو خطر على مصر بشكل كبير. بيقول انه بعد ما سيطر على الارهابيين على بنغازي واجدابيا، والان دلوقتي في سرت واتكلم عن نفس الموضوع اللي كنت بتكلم فيه منذ قليل، فرنسا بتعلن بشكل واضح انها تخلت بعد ان ايقنت انه فرنسا والغرب وامريكا بيسيروا في طريق خاطئ 100%. فرنسا اعلنت بالامس، وده خبر، عن تخليها عن شرط رحيل الرئيس السوري بشار الاسد للدخول في عمليه سياسيه. الناس انا عمال اتابع وسائل اعلام سواء محليه او اقليميه او دوليه، الناس خبر قال، لكن خبر في غايه الخطوره. فرنسا الان بتعود، فرنسا الان بتفهم، فرنسا الآن وبعدما اكتوت بنار الإرهاب في باريس، تعلن فرنسا أنها قد تخلت عن شرط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة كشرط للدخول في عملية سياسية. يعني بشار الأسد قاعد، يعني بشار الأسد هيحافظ على الدولة السورية من التفتت، يعني الجيش العربي السوري والجيش الأول موجود، يعني وجهة نظر الإدارة المصرية منذ اليوم الأول صحيح وسليم، والدول اللي كانت بتعارض مصر عليها أن تعيد حساباتها مرة أخرى، خاصة أنها دول شقيقة للأسف الشديد. من قرار فرنسا اللي بتعيد فيه حساباتها إلى هذه الأكاذيب الأردوغانية المتواصلة، كلكم تابعتوا حادثة وفيلم ومسلسل إسقاط الطائرة الروسية في الأراضي السورية، وهذا هذه المباراة السياسية الرائعة اللي بيسجل فيها بوتين في مرمى أردوغان وأوباما الكثير من الأهداف، لكن من يفهم ومن يعقل سوف يذكر التاريخ وسوف ينصف التاريخ كل هؤلاء. فقط في خطاب بوتين في حالة الفيدرالية زي حالة الاتحاد الأمريكية منذ ساعات، كان بيتحدث على أنه العقوبات والضربات الانتقامية الروسية من أردوغان لن تتوقف، وسوف تكون مؤلمة، وسوف يندم عليها وعنها أردوغان كثيرا كثيرا. وبيقول له، بينكت يعني، أنه لن تتوقف فقط عن إيقاف تصدير الطماطم التركية إلى الأراضي الروسية، وإنما سوف يكون هناك ضربات مؤلمة وموجعة. هذا الشخص أردوغان الآن وليلة أمس تحركت القوات التركية،
الناس اللي مش فاهمين ومش عايزين يفهموا ومش عارفين ومش عايزين يعرفوا ومش مقتنعين ومش عايزين يقتنعوا من الجماعات الإرهابية الإخوانية والمؤيدين ليهم والمتعاطفين معاهم واللي بيقولوا إنه أردوغان ده بطل الإسلام وأردوغان هو السلطان العثماني وفرحانين جدا إنه أسقط طائرة روسية. قال لك دي طائرة العدو الصهيوني، طائرة العدو الصليبي، طائرة العدو الماسوني وكل هذه المسميات. أنا بقول لهم دلوقتي إيه ردكم على تحرك الجيش التركي داخل العراق؟ اقتحام القوات التركية المسلحة للأراضي العراقية. هو بيقول إنه الطائرة الروسية انتهكت المجال الجوي التركي والسيادة التركية خط أحمر. بقول له أنا دلوقتي بقول لأردوغان ألا تخجل من نفسك؟ وأين السيادة العراقية من هذه الجحافل التركية اللي دخلت بالأمس الأراضي العراقية في منطقة الموصل في شمال العراق؟ مستباحة، وكأن الأرض العراقية حرام، وكأن الأرض العراقية مباحة للجميع، والأراضي التركية حرام على أي طائرة أن تجتازي المجال الجوي التركي. في نفاق موجود، السياسة التركية سياسة تتسم بالنفاق الشديد. أردوغان الآن بيقوم بتمثيلية شديدة الخطورة سوف تؤدي إلى اشتعال المنطقة. تحركات تركيا بالأمس إلى داخل الأراضي العراقية منذ قليل، قامت السلطات العراقية باستدعاء السفير التركي وتقديم احتجاج رسمي، انتوا جايين تعملوا ايه؟ قال ايه أردوغان؟ ده أنا رايح بتنسيق مع الدولة العراقية. قالوا انت كذاب، ده مش صحيح. قال ده أنا معايا تنسيق مع القيادات الكردية. شوفوا التلاعب، احنا خلاص فصلنا العراق من الأكراد، ودلوقتي مرة يقول أنا جاي بتنسيق مع حيدر عبادي رئيس الوزراء العراقي، ومرة بيقول أنا جاي بالتنسيق مع القوات الكردية، قوات الحشد الوطني الكردية، احنا جايين ندربهم على التعامل مع تنظيم داعش. أكاذيب أردوغانية لن تنتهي. القوات العراقية الآن مدعومة ولحمة واحدة سواء سنة أو شيعة لمواجهة داعش، وفي نفس الوقت الجميع ضد التدخل التركي في الأراضي العراقية. فقط احنا بعيد تاني بسرعة، مصر اختيارها في مجلس الأمن لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، ليبيا وما حذرت منه مصر الآن بيتحقق على أرض الواقع أثناء هذا الكلام. فرنسا بدأت تنتبه وبدأت تدخل بقواتها الاستخباراتية واستطلاع جوي فوق الأراضي الليبية استجابة للتحذير المصري. فرنسا بتغير سياستها وبتقول لا، بشار يقعد، احنا تخلينا عن هذه الكلمات وهذه الشروط الخاطئة المجحفة في حق الدولة السورية وفي حق المنطقة. أردوغان بيظهر على حقيقته وبيدخل الأراضي العراقية، ده اللي احنا كنا بنقوله خلال الدقائق الماضية. وخبر أسعدني كثيرا، أنا يعني بالأمس لمدة ساعات كنت في دولة المملكة الأردنية الهاشمية، وسعدت للغاية من وجهة نظر وأراء الشعب الأردني لما يجري في مصر. الناس باختصاره بالبلدي، احنا حاسين باطمئنان عشان مصر بدأت تقوم، احنا حاسين باطمئنان عشان مصر بدأت ترجع. الشعب الأردني، الناس العاديين والمسؤولين بيتكلموا انه مصر، شايفين مصر بتنطلق الى الامام، واحنا هنا مش عايزين نشوف، او في ناس مش عايزة تشوف. لكن احنا حقيقة الامر لا، ارفع راسك فوق بجد، انت بلدك بتمشي او ماشية في الطريق الصحيح. مش كل اللي احنا عايزينه حصل، لكن قطعا احنا في بداية الطريق السليم. الخبر اللي اسعدني، لاول مرة منذ 3 سنوات وزير سوري، اي وزير، وزير الاسكان، وزير الشؤون الهندسية، اي وزير، هو وزير سوري رسمي، وصل الى القاهرة للمشاركة في فعاليات اتحاد المهندسين العرب التي يتم خلالها بحث مختلف القضايا الهندسية في المنطقة العربية. الصورة زي ما انتم شايفين وزير سوري، يعني قد ايه احنا سعداء ان فيه وزير سوري تابع للحكومة السورية الشرعية، حكومة الرئيس بشار الأسد، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيطة. الدولة السورية قائمة، الجيش السوري قائم، الدولة السورية بأركانها بكل تخومها بكل مناطقها سوف تتوحد وسوف تكون على قلب رجل واحد. النهاردة مصر، جمهورية مصر العربية، بتستقبل وزير من الجمهورية العربية السورية، وهذا يمثل تصحيحا لأخطاء كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية، ويؤكد أيضا بما لا يدع مجالا للشك
وصحة وجهة نظر الإدارة المصرية التي اختلف معها الكثيرون من بعض الدول العربية والخليجية على أنه مصر يجب أن تقف في خندق واحد مع القضية السورية والسوريون. فاصل قصير ثم نعود لنواصل. أسعدني كثيرا تصريحات وكلمات استمعت عليها إليها مصادفة من واحد مصري هقول لكم وظيفته وهقول لكم منصبه الكبير قوي إيه، اسمه شحاتة المقدس. هذا الرجل كان بيتحدث على ثورة سوف تتم في تجميل القاهرة من خلال إزالة هذه التلال والأطنان من القمامة الموجودة، إنه في أكثر من 12 ألف طن يومي من مخلفات السكان في منطقة القاهرة الكبرى، سوف يتم التعامل معهم بشكل اقتصادي بشكل صحي بشكل علمي خلال الفترة القادمة. وتحدث شحاتة المقدس وقال انه احنا هنحاول نصنع، وقعدنا مع المسؤولين رئيس مجلس الوزراء وزير البيئة على اساس انه يتم تصنيع اسمدة من هذه المخلفات ويتم تدوير القمامة بشكل يعيد للقاهرة بهائها. تحدث هذا الرجل على أنه مصر الآن، القاهرة الآن التي كانت أنظف من لندن، شوارع القاهرة التي كانت أنظف من شوارع باريس لابد وأن تعود، لكن كيف تعود؟ لابد أن نضع خطة ونكف عن الكلام، نتوقف عن الكلام. شحاتة المقدس نقيب الزبالين في مصر اللي كان بيتكلم الكلام اللي قلته من شوية، هذا الرجل استمعت إليه وهو بيتحدث بمنتهى البساطة منتهى الوطنية منتهى الفهم، بيقول ادوا العيش لخبازه، انتوا جبتوا شركات أمريكاني تعاقدتوا معاها ليه؟ عشان تلم الزبالة بتاعتنا، الزبالة بتاعت المصريين، المصريين مش قادرين يلموها، رايحين يستوردوا شركات أجنبية عشان تتعامل معاها. والله عيب، والله أنا بضم صوت لصوتك يا أخ شحاتة وبقول لك لفض فوق وما تحاسدوك، كل ما قلت صحيح وعلى راسي ويجب أن تنتبه الدولة. والراجل بيقول إنه رئيس الوزراء والرئيس الجمهورية، هو قال كده، رئيس الجمهورية على مكتبه أولوياته تنظيف ونظافة وإعادة بهاء وجمال القاهرة كما كانت من قبل. عندي وزير الاتصالات المصري بيقول خبر كويس وهنتابعه ونشوفه، هيتم ولا عبارة عن فرقعة صحفية وكلام جرايد زي ما بنقول، توصيل المعاشات للمنازل مجانا. ده وزير الاتصالات في أحدث تصريحاته زي ما شايفين في جريدة الوطن بيقول إنه المعاشات هنوصلها للمنازل ببلاش مجانا. شكرا معالي الوزير، وهنتابع نشوف هذا التصريح هل ينتقل من تصريحات إلى أمر واقع، هل يصبح جملة فعلية، سوف نكشف هذا في جملتنا الفعلية خلال الأيام القادمة. وزارة الزراعة بتقول إن إحنا أزلنا 414 حالة تعدي على الأراضي، وزمايلي في الإعداد جايبين للخبر على إنه من الأخبار الإيجابية اللي تمثل جملة فعلية، وهم ما يعرفوش أو يعرفوا إن أنا اتصدمت من هذا الرقم. 414 حالة تعدي، وزارة الزراعة فرحانة وبتعلن إن هي أزلتها، وإحنا بناخده خبر كخبر جملة فعلية. بقول لأ، إحنا عندنا عشرات أو مئات الآلاف من المخالفات اللي بتخرج لسانها لوزارة الزراعة وللدولة ولهيبة الدولة في كل مكان على أرض مصر. أرقام صادمة، عشرات الآلاف من المخالفات اللي تآكلت معها الأراضي الزراعية والنيل ونهر النيل وحرمة النيل، وبعدين وزير الزراعة بيعلن إن هو الحمد لله نجح في إزالة 414 حالة. أنا آسف، هذا رقم هزيل، هذا رقم لا يمثل إلا خطوة، لكن أنا أعتقد وأتابع منذ سنوات إنه الحفاظ على الأراضي الزراعية لا يخرج عن كونه تصريحات في تصريحات في تصريحات، وانتهى الأمر. الكلام ده بيودينا لي الكلام الخطير اللي بيحصل، إحنا منتظرين والشعب المصري منتظر والناس بتتصل بيا والله من مصر ومن بره مصر بيباركولي كمواطن مصري على
الانتهاء من المرحلة الانتقالية والانتهاء من خريطة الطريق وتشكيل هذا المجلس، مجلس النواب المصري 2015. الناس فرحانة، الناس متفائلة، الناس بتستشعر الأمل في هذا البرلمان. أسماء محترمة دخلت البرلمان، أسماء أخرى بمجهولة دخلت البرلمان، أسماء أخرى في حساسية تجاهها دخلت البرلمان، لكن الشعب بيأمل، الشعب متفائل. وزي ما قلت في تغطياتنا في مصر تقرر، إنه مطلوب من البرلمان أول حاجة يغير الصورة الذهنية السلبية اللي متاخدة عن البرلمان. الناس عموما، وأنا واحد من هؤلاء الناس، واخدين صورة عن إن البرلمان مكان لمجموعة من الناس تم انتخابهم وبيخلصوا مصالح الناس، نواب خدمات ونوع من محاولة الظهور قدام الكاميرات وزي ما احنا شفنا في الأفلام. لكن هل يقوم المجلس وينجح المجلس بتغيير هذه الصورة الذهنية؟ نأمل ذلك، لكن البداية ربما تكون يعني أول القصيدة فيها مشاكل، أول القصيدة فيها مشاكل، أول القصيدة مجلس النواب ومن خلال مجموعة ما عرفش بيتكلموا باسم مجلس النواب ليه، منهم النائب توفيق عكاشة والنائب مصطفى بكري، بيقولوا إنه أمين مجلس النواب تم اتخاذ قرار بقبول استقالته عشان الراجل ما عندوش شهادة لصنص حقوق زي الشروط ما بتقول. وزير العدالة الانتقالية قال الراجل راجل أدى مهمته بنجاح لكنه طبقا للقانون ما عندوش لصنص حقوق، فبالتالي احنا هنقبل استقالته، وتم تعيين واحد تاني مكانه. مجموعة من النواب قعدوا وعملوا موضوع كبير وقالوا لازم مجلس النواب سيد قراره. فاكرين سيد قراره أيام الدكتور فتحي سرور وأيام الدكتور رفعت المحجوب؟ مجلس الشعب، أعضاء مجلس النواب لسه ما دخلوش حلفوا اليمين، وهناك مشكلة كبيرة بتدور الآن في جانبات البرلمان بين هؤلاء النواب أو مجموعة النواب، ويقولوا لا راسنا وألف سيف يرجع الصدر تاني واستقالته تتجمد. يا أخوانا ده القانون قالك لا سلطة فوق السلطة التشريعية، مجلس النواب سيد قراره، مجلس النواب هو الوحيد الذي يفهم. ما ينفعش أبدأ هذه الدورة البرلمانية بصدام مع السلطة التنفيذية ومحاولة لدغدغة مشاعر الجماهير والصحف تتكلم وإحنا نقعد نعلق. يعني وقتنا كنا نشرح قضية الليبية، كنا نشرح الموضوع بتاع أخونا شحات المقدس ويتحدث عن تجميل القاهرة، كنا نتحدث عن مشاكل حقيقية، لكن بيسحبونا إلى أماكن نائية عن جغرافية الفكر الأساسية بتاعتنا. وده خلى الصحف تتكلم، بتقول زي اليوم السابع بكرة، بيقول الصدر يفجر أزمة بين البرلمان والحكومة. مين الصدر؟ اللي هو أمين مجلس النواب اللي تم قبول استقالته نظرا لأن الراجل ما عندوش دلواء، ما عندوش شهادة حقوق. القانون بيقول كده يا أخوان، احترموا القانون عشان أنتم الحراس بتوع القانون. عندي تاني في روز اليوسف بيتكلم في المنشط الرئيسي بالمناسبة، البرلمان يصطدم بالحكومة مبكرا قبل الانعقاد الرسمي. ادي اليوم السابع وادي روزا اليوسف حاطين في منشتات في الصفحات الاولى، واحد بيقول الصدر بيفجر ازمه بين البرلمان والحكومه، والتاني بيقول البرلمان بيصطدم بالحكومه. يصطدم على ايه؟ يعني انا يعني مش عايز اقول كلام في بدايه البرلمان يزعل حد، لكن انتوا مفيش خناقه على الموازنه، مفيش خناقه على طريق، مفيش خناقه على معدل الفقر، مفيش خناقه على معدل البطاله، مفيش خناقه على الصحه، مفيش خناقه على التعليم، مفيش خناقه على بنتخانق على حاجات انا اسف سطحيه، حاجات لا تسمن ولا تغني من جوه. هل هي بدايتكم كده؟ الجواب بيبان من عنوانه. والاخ النائب العظيم توفيق عكاشه كلم ايه؟ هو انت رئيس مجلس الشعب؟ ده عايز يبقى اي حد عايز يبقى رئيس مجلس الشعب؟ ده برلمان مصر بيمثل حكومة الدولة المصرية. هذا المكان قاعد فيه سعد باشا زغلول، هذا المكان قاعد فيه محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، هذا المكان قاعد فيه أساطين القانون، هذا المكان قاعد فيه أساطين السياسة، ناس علمت التاريخ يعني إيه دستور. المجلس النواب المصري ومجلس شورى النواب منذ الملك، من أيام الملك والخديوي وحتى الآن، عايزين نرتقي تاني. أنا قلت للإعلاميين والصحفيين
في هذا المكان ارتقوا فإن القاعة مزدحم. بقول وأنا آسف بقول للإخوان في البرلمان النواب اللي بيمثلونا ارتقوا أنتم أيضا فإن القاعة مزدحم. ما ينفعش نتخانق على حاجات، أنا آسف بين قوسين هيفا، ما ينفعش نتخانق بين قوسين على حاجات ما تفيدش المواطن. المواطن هيستفيد من إيه؟ وبعدين فكرة الامتيازات وفكرة الحصانة والبصبور بتاعي أسافر وعيالي يسافروا إيه؟ أصله مش امتيازات، ده أنت مكلف، ده أنت مراقب. أنت فكر نفسك هتراقب الحكومة وتلوي دراع الحكومة وتراقب الكذا ومحدش هيراقبك؟ الشعب هيراقبك، الشعب لكم بالمرصاد، ونحن عين الشعب، الإعلام عين الشعب، إحنا عين وعقل هذا الوطن وهذا الشعب، ولن ننجر أو ننجرف في معارك جانبية مع أحد، لأنه لا وقت للكلام، حان وقت العمل. البرلمان بدايته ما بدأش لسه يحلف اليمين وعمل مشاكل، بيقول إنه لازم ولازم ولا سلطة تعلو فوق سلطة البرلمان. أنت أيها البرلماني اعلم أنه لا سلطة فوق سلطة الشعب اللي خولك هذه السلطة. من هذه الأمور التي تدعو للقلق على الأولويات، مش عارفين نختار أولوياتنا، مش عارفين نهتم بإيه وبعدين إيه وبعدين إيه. أزمة حصلت بسرعة، أزمة طاحنة، ما تعرفش إيه اللي بيحصل، وكأنه إحنا ناس بنهوى الأزمات نهوى الفضايح. عايزين نتغير، لازم نتغير، لازم، مش هينفع أنطلق إلا إذا اتغيرت أدواتي، عقلي، تفكيري. المصري اليوم في مشكلة بين المصري اليوم وبين الداخلية. في تصريح طلع من المصري اليوم بيغطي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتناول طعام الإفطار مع طلاب كلية الشرطة، اتحرفت. هل هي غلطة مطبعية من الناس اللي في الموقف بتاع المصري اليوم كتبوها حاجة تاني يعني أنا ما ينفعش أقولها، وتدم تداولها وتم نشر والمشاركة في هذا الخبر بشكل كبير، وحصل حالة من حالات الجدل الشديد في المجتمع. احنا اعتقد بلاغات ضد بعض الصحفيين في الوطن وبلاغات ضد الناس كذا، واليوم السابع بيتقال برضو انا مش متأكد ان بتنشر اخبار على ناس اختفاء قسري وهم موجودين في داعش. احنا تهنا معاكم وتوهنا الناس، لا يمكن ان تستقيم الامور بهذا الشكل. صحيفة المصري اليوم الرصينة، صحيفة اليوم السابع الرصينة، صحيفة الوطن الرصينة، احنا بنستقي منكم معلوماتنا. عشان كده انا قلت لزمايلي في اعداد، في فريق اعداد جملة فعلية، معلش يا اخواني هنتعب شوية بدل ما اعتمد على منشطات المصري اليوم واليوم السابع، وانا منشطات بقت كله بيضرب في كله وكله حط اولويات مش اولويات بلدي. هنعمل منشطات خاصة بجملة فعلية ونطلع منشطات اهتمامات الناس، الحوادث والأحداث والمشاكل اللي بتحصل والحاجات الإيجابية اللي بتحصل في البلد هنحطها في منشطات خاصة ببرنامجنا اسمه جملة فعلية. احنا بجد عايزين ننطلق، عايزين نخرج من المشاكل، عايزين نخرج من سفاسف الأمور، الأمور اللي ما لا بتجيب ولا بتودي. خناقة غلط المصري خلاص، غلط حطها غلط واعتذر وقال أنا زي ما بيقول المصري يوم بتؤكد تقديرها لجهاز الشرطة وتحذر من العناوين المغرضة زي ما تقول صحيفة المصري اليوم. بالصور المصري اليوم بتكشف حقيقة العنوان المغرض عن الشرطة على فيسبوك. أنا مالي يعني، أنا اهتم بالكلام ده ليه؟ أنت بتشغل المواطن ليه؟ أنت عايز تشغلني في الإعلام ليه؟ ما تشغلنيش أرجوك يا زميلي الإعلامي في الصحافة المكتوبة أو الصحافة الرقمية. ركز واعرف أنه المجتمع والدولة عندها أولويات، أولويات في كل مجال آخر له صفة الجدية إلا اللي إحنا بيحصل. مش عارفين نختار أولوياتنا. إحنا في الصحافة عايزين نرتقي، إحنا في البرلمان عايزين نرتقي. الشعب ما عادش مستحمل تاني، وهقول للمرة التالتة ولن أمل الحديث، الشعب المصري بدأ يكفر بنخبه، الشعب المصري بدأ يكفر بإعلامه، الشعب المصري مش عايزينه يكفر ببرلمانه. نرجوكم 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 جميعا، الناس مش مستحملة. وده بيخليني أرجع، أنا آسف، يوم الخميس كان فيه برنامج على قناة مونت كارلو، على إذاعة مونت كارلو الدولية، بيتكلم على الشأن المصري والانتخابات المصرية في جزء منه، وكان فيه أحد المتحدثين وهو مش سر زياد العليمي كان عضو مجلس الشعب، وبيتحدث عن أنه في ثورة عارمة في 25 يناير وأن الشعب وأن كذا والاختفاء القسري و
دخلت بسرعة على المحطة وده واجب كل واحد وقلت لهم إطلاقا الشعب المصري لا يمثله زاد العليمي وإنت لا تمثل إلا نفسك وإنت بتتكلم بشكل غير منضبط. المذيعة سعدة الصبري مذيعة في مونت كارلو الدولية ردت رد بليغ للغاية قالت له حضرتك بتتكلم على غياب الديمقراطية وتكميم الأفواه ألست مصريا وتتحدث من مصر؟ بالرد بمنتهى البساطة أنت مش مصري؟ تكلم من مصر بتقول اختفاء قسري وبتقول في مفيش ديمقراطية احنا بنقول احنا عايزينه. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم في هذا المكان وأنا على الهواء مباشرة وأستطيع أن أقول ما أقول لم في هذا المكان لم يحدثني أحد في يوم ما أقول إيه وما أقولش إيه. إحنا بجد الحرية المسؤولة مفيش عندك قيد إلا بلدك مفيش قيد إلا قيود أخلاقية. ما ينفع أجيب سيرة حد أتكلم عن أعراض حد ما ينفعش أتكلم على كلام يمس الأمن القومي وده بيجي بالإحساس بيجي بالفهم. لو أنت إحساسك سليم لو أنت قلبك سليم لو أنت عقلك سليم محدش مش منتظر حد يقول لك قول إيه وما تقولش إيه. الناس الدعوات الإخوانية الممجوجة السافرة الفاجرة لمحاولة إعادة المجتمع المصري إلى سابق العهد من الضلال ومن الفوضى العارمة خلال السنوات الماضية لن تعود. الفوضى لن تعود سنوات الفوضى لن تعود. الضامن الأساسي لما أقول هو هذا الشعب وهذه الدولة وهيبة الدولة. كل الأصوات التي خرجت وأعيد مرة أخرى ولن أمل الحديث وده دوري الشعب المصري أرجوكم فوقهم أرجوكم اعرفوا اللي بيحاك لنا خلال هذا التوقيت. احنا في شهر 12 البرد طلع الأخ وائل غنيم طلع الأخ محمد الأخ عبد المنعم بالفتوح بدأ يتكلم الأخ حمدين صباحي زياد العليمي مصطفى النجار عمرو حمزاوي. الناس دي بتطلع طلعات موسمية ظهور موسمي لمحاولة إعادة عجلة الدولة المصرية الوراء لكنها لن تعود. مصر دولة عصية على الكسر. هؤلاء بيمثلوا آخرين هؤلاء بيمثلوا أبواق أخرى هؤلاء بتهمهم بوضوح كل منهم بيحمل أجندة ليست أجندة وطنية. الشعب المصري يفوق ويستفيق ويركز تماما وعلى الإعلام أن يتقي الله على البرلمان أن يتقي الله في هذا الوطن مع جملة فعلية بكرة يا رب إن شاء الله تكون جملة فعلية إيجابية أكثر ونحن ثقة وأستأذنكم أيضا في التفاؤل كما بدأت هذه الحلقة وأشوفكم بكرة على خير.